أريد في البداية أن أشكر المجلس، مجلس الطاهرة، على الدعوة الموجهة للوكالة من أجل دائما من أجل معكم في جلسات العمل، وكانت الوكالة دائما حاضرة عن طريق ذكرى اليوم عن طريق مجموعة من الأطر. احنا أربعة اليوم حاضرين في هذا المجلس المنقب، ندرس جميع اهتماماتكم ونحاول أن ندخل هذه الاهتمامات والتوجهات في إطار برنامج العمل للوكالة. فهذا النوع من اللقاءات وهذا النوع من الاجتماعات مهمة من أجل بطبيعة الحال تعزيز علاقات التشاور بين المؤسستين، كذلك من أجل تعزيز الالتقائية في إنجاز المشاريع. هذا هو الهدف المهم، نحن دائما نجتمع من أجل دراسة المشاريع لصالح الجهة لصالح تنمية الجهوية، وكذلك من أجل كذلك الالتقائية فيما يخص نظرة المستقبل بناء على ما قررنا جميعا وما نتفق جميعا عليه ونناضل من أجل تطبيقه والمبادرة الملكية لتنمية الجهة الشعبية. القيم القيمة والعرض القيم اللي غنبدوه، ولكن في الحقيقة كيبقى الإنسان كيتسأل واش نقدروا نقولوا بأن أنتم فقدتوا على مستوى الجهة الشرقية أو لا. أنا نقدر نجاوبكم جواب شخصي، بالتأكيد على المستوى الحضاري أنتم فقدتوا، لأن كان المشروع من بين الأنديوز الأصلي المشروع كانت مجموعة ديال المشاريع اللي هو هيكلة المدن كبيرة على مستوى الجهة الشرقية، واللي في الحقيقة بدلت المجاهدين المدن ديالنا. ولكن أنا نجزم معكم ونأكد بأن على مستوى العالم القروي واخا البصمة ديالكم كانت واضحة من جهة، ولكن بقى خلل كبير كتعاني به المراكز والقرى ديالكم الجهة الشرقية بصفة عامة. ما نبداش ندخل في التفاصيل، ولكن نعطي نموذج ديال الإقليم الدريوش اللي في الحقيقة نموذج ديال الإقليم ديال المعاناة على مستوى الجهة الشرقية. فإذا تسألنا على أسباب نزول ديال الوكالة بصفة عامة، راه الوكالة جات باش تعالج الاختلالات اللي كاينة على مستوى الجهة مقارنة بالنسبة لباقي الجهات على المستوى الوطني. وهذا شرحتو في العرض ديالكم في إطار التصور الفلسفي ديال وكالة بنية الأقاليم الشرقية. ولكن اللي كيحس في النفس بأن كاين إشكالات داخل الجهة ومن الصعوبة في مكان باش تعالج في مجالس منتخبة، لأن كما كتعرفوا أن طبع السياسة اللي داخل المجالس ما يمكنش نعالجوا به الإشكالات والاختلالات التنموية اللي كتعاني بها بعض المناطق داخل الجهة الشرقية. لذلك أنا كنترجاكم فهاد اللقاء هذا على أساس أن الوكالة تقدر تعد محوري في هذا الجانب، لأن تخطي على الاختلال اللي يمكن خلقه من المجالس المنتخبة. علاش؟ لأن كاين مناطق في الجهة الشرقية مشينا في النمو حقيقة كارثية لا بالنسبة للمستويات الوطنية ولا الدولية. فما نحتاجش نذكر القطاعات كالصحة والنقل. أنا نعطي نموذج الإقليم الدريوش اللي كنعرفو مزيان. الإقليم الدريوش الإقليم الوحيد اللي مازال ما فيهش الأمن الوطني، محطة طرقية ولو فندق، يعني يقدر الإنسان إذا جاو فوق منطقة الإقليم الدريوش على مسافة ديال 800 كيلومتر ما يلقاش فيه الناس، ما كاينش فيه الوقاية المدنية، لأن دابا اختلط الحاكم بالنابي ما بين المصالح الإدارية اللي هي أساسية والمرافق البنية اللي كتشكل البنية التحتية اللي كتعطي الدفعة باش تعطيو نهضوا بهذا الإقليم. المسار ماشي ما نحقوش بوجدة ولا بالناظر للمستويات اللي العلى بركان، ولكن بغيت غير يكون في المستوى ديال بوعرفة ديال فيكي ديال الجرادة، لأن الإقليم كاين راه فيه معاناة مبشرة للنمو منخفضة جدا. راه الإقليم راه معزول، راه كنشوف سيدي عادل ما حضرش، أنا
عندهمش طرق لان هذا كما قلت هذا داخل المجلس اكثر من مره الاقليم ديال الدريوش معزول بالطريق الصحيح زادت له العزله ماشي في التعليم العزله لان الساكنه كتوجد ما بين الطريق الوطني راه جوج والطريق الصحيح الساكنه بالضبط معزول اذن الصيد ديال انا كنرجعك ان المكان راه تحتاج لعب دور اساسي في هذا الجانب ان تغطي على الاختلالات اللي كاينه داخل الجهه داخل اقليم الجهه بخصوص المستثمر على القرار راه كاين مازال غير بالنسبة كاين الناس مازال داخل ثلاثة مراكز حضارية في إقليم دريوش مازال الناس ما عندهمش ومازال الناس ما عندهمش الأثر على الشغل فما بالك بالدواوير والجماعات القرارية اللي كاينين إذا لأن هذا هو اللي كيحس في نفس المواطن ديالنا كيشوف أن كاين مشاريع في الحقيقة خصنا نفتخر بها اللي في مستوى عالي ديال التنافس على مستوى الدول البحر المتوسط ولكن وساهمت فيه وواكبته من إنجاز للمشاريع هذا بالتأكيد ولكن قلت طموحنا أكبر من ذلك بحيث إننا نطمح في أن تكون وكالة تنمية أقاليم الجهة الشرقية أن تنخرط هذه الوكالة أكبر بقوة أكبر في الدخول في مواكبة وفي إنجاز المشاريع الاستراتيجية المهيكلة الكبرى التي تنخرط عنها الدراسات التي أنجزها مجلس الجهة الشرقية وهي دراسة مهمة جدا فيها مشاريع مهمة استراتيجية مهيكلة كنا ننتظر من الوكالة بالرغم من قانونها الأساسي المنظم لها ربما قد لا يسمح بمسائل ولكن نحن نقول على أنه عندنا مشاريع استراتيجية تنخرط عنها الدراسة أنفقنا بخصوصها مليارين ديال السنتين بطبيعة الحال من أجل إيجادها ولا نريد للوكالة أن تنافسنا على مستوى إجراء دراسات أخرى من أجل هضر مال آخر من طرف الوكالة ومن طرف المجلس معا نريد أن نقتصد في الموارد المالية في الإمكانيات وهي موارد عامة أشرتم إليها وأكدتم عليها نريد أن تنصب الموارد جميعها على المشاريع التي الآن وصلنا إليها. العرض شيق للسيد مدير وكالة التنمية الأقاليم الشرقية وكل المداخلات اللي استمعت لها بإبعاد تقريبا كل ما كان يخامرني وكل ما كان يعرف يروج في خاطري لكي أتطرق إليه سبق الزملاء أعضاء الجهة الشرقية أن تطرقوا إليه فقط أريد أن أسهل أنه ربما إذا صح التعبير يجب على الوكالة أن تكون لها نظرة تنموية جهوية وبالتالي كما هو الآن على مستوى الجماعات المحلية فيما يتعلق بالبي سي دي لماذا لم يكن كذلك البروغرام ريجيونال دو ديفلوبمون بي ار دي وبالتالي تكون واحد الرؤية شمولية ديال واحد 10 سنوات أو 5 سنوات للأمام من أجل يعني تمويل المشاريع ذات الأولوية على سبيل المثال على سبيل الحصر
إقليم نظر سبق وتطرق أحد كل الإخوان الذين تدخلوا من قبلي يفتقرون إلى عدة مرافق أساسية، من بينها الملعب الرياضي لكرة القدم وباقي المنشآت الأخرى. والآن هناك انتباه، وخاصة دورة المجلس الإقليمي البارحة، وأنا بهذه المناسبة وإني السيد عامل إقليم نادور السيد رئيس المجلس الإقليمي على نجاح هذه الدورة التي كانت دورة ناجحة بامتياز. هناك تفكير في إنشاء يعني مركز صحي لتجميع المختلين عقليا، لأن الآن في المنطقة الشرقية عندنا وجدة والحسيمة، فهاد الزوج ديال الأماكن ما سمحوش يقدروا يستوعبوا هاد المختلين وكذلك الأطفال المتخلعين. إذن الوقت ضيق لا يسمح. شكرا سي الرئيس. نتمنى كذلك أنه المقر ديال الوكالة يكون في الجهة الشرقية حتى يكون قريب من رؤساء الجماعات والغرف إلى آخره. وبهذه المناسبة كنشكر السيد المدير ديال الوكالة على المساهمة ديالو في قطاع الصناعات البلدية اللي سمح له كيلعب واحد الدور أساسي في العقل. شكرا سي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كنشكركم على التدخلات، وكل التدخلات كانت في الحقيقة غنية باقتراحاتها، وإن كان هذا العرض مكن المجلس من تفكير أبعد من حدود المناطق التي نعمل بها كل واحد فيكم وكل واحد فينا يعمل فيها، من أجل طرح إشكالية التنمية الجهوية في إطارها الصحيح القوي اللي هو الإطار اللي جاءت به الوطن الملكي فقط، وهذا هو المرجع ديالنا الأساسي كما كان. ما كانش واحد بطبيعة الحال، ليس بطريقة عمياء، حتى شي حاجة ما كتمشى بطريقة عمياء في بلادنا الحمد لله، لكن بطريقة عقلانية وبطريقة بإبداع شديد من أجل فعلا الخروج بمشاريع لها أكثر ما يمكن فعالية على مستوى المحلي. نناقشوا بلا ما نديروا هذا المجهود. أنا أقترح يدار واحد اللجنة ديال التنسيق ما بين مجلس الجهة والوكالة، وطبعا كاين السيد الوالي هو اللي غادي يشفوتي هذا الآخر، باش تكون النتائج واش نتبعوا المشاريع والمساهمات في المشاريع. يعني هذا توصيات، توصيات غادي نديروا التوصيات ديالنا، لجنة ديال التنسيق وديك الشيء غادي نديروا التوصيات، والتوصيات ننظموا واحد اللقاءات أي دراسي جهوي أو إقليمي خاص نناقشوا داخل المكتب واش غادي نمشوا في هاد الجهة ولا الإقليم. شكرا للسيد الرئيس، ربما المداخلة ديال الإخوان يعني سجلت وأخذت بعين الاعتبار، وأهم المقترحات هو لقاءات على مستوى جميع الأقاليم وإحداث كل الملاحظات في إطار التنسيق مع الوكالة، باش الاشتغال ديال الوكالة مع مجلس الجهة يكون في إطار تكامل. شكرا سي الرئيس.